وحظوظنا وابراجنا وتوقعات الفلك لنا ببدايه هالاسبوع الجديد مع مدام نجلاء قباني. صباح الخير يا مدام. صباحك خيرات يا ولد. يسعد صباحك نجلاء. صباح الخير يا ميشا، صباح الخير للجميع. تضلوا بخير، ايامكم سعيده، مرتاحين ومبسوطين اذا قدرتوا. اليوم 13 نوفمبر 13/2 تمنياتي للجميع بالخير. طبعا كواكبنا ما زالت في اماكن عطارد للسفر والاوراق متقدما في برج العقرب، إلى جانب المريخ أيضا للطاقة والحماس، كمان في برج العقرب طبعا إلى جانب الشمس. ثلاثة هدول ممكن يعملوا جزء من متاعب لعزيزنا مولود برج الثور، برج الأسد، إضافة إلى برج الدلو. هل ثلاث أبراج بالذات شوي ينتبهوا على أمورهم الصحية أو عصبيتهم، استياءهم، ضيقة خلقهم. هل ثلاث أبراج مو كثير بعتبرهم الأريح بهذا الشهر عموما. طبعاً ما زالت الزهرة في برج الجدي تتقدم، علاقات، صداقات شوي فيها تعب أو قليل ممكن تحمل تعب لمولود برج الحمل، لمولود برج الميزان والسرطان، إضافة إلى برج الدلو. شوي صغيرة الأمور، مو محرزة. أول أخباري العزيز ده مولود برج الحمل اللي اليوم في عنده نوع من أنواع ضيقة الخلق أو نوع من أنواع الإجراءات اللي بحاجة يرتبها. ما بعرف، كأنه في حدا عم يخدعك بوعود كاذبة، أو حدا عم بيأثر عليك بأخبار ما كتير صحيحة، أو الأمور العاطفية تحمل التعب. هلا هي الأمور العاطفية والمالية تحمل التعب، هي القصة بالقطع طوال الشهر تقريبا بوجود الزهرة في برج الجدي. لذلك ما بضروري إنه نحن كل شغلة نجايب عليها دغري، ويمكن تشعر لبعض اللحظات إنك غير مرغوب أو مهمل، هذا الحكي ما كتير صحيح. عزيزنا مولود برج الثور اليوم عم تعنيك الشراكات على المستوى الشخصي، يوم عم تلتقى بناس، عم تعرف على ناس، فكرك متيقظ، شعبيتك عم تزداد، عم تتعرف على أصدقاء جدد، يعني يوم للقاءات بالمجمل، أو للحركة، أو للتشويق، أو لتفتح أبواب تؤدي إلى أمل. الأكثر تعباً هو العزر الجوزاء بهي الفترات، قدر إمكانك خفف شجاراتك مع الآخرين، أو خفف التحديات اللي ممكن تكون موجودة حواليك. في شيء مو عاجبك أنا واثقة، بس إنه أنت قادر تحله، إذا قادر تحله لإله هيك مسرب له علاقة بالدبلوماسية ولا بقى. ما لقيت، الأفضل تأجليها لبكرة بعد بكرة، يعني إذا بتتأجل، وكل شيء بتأجل بهي الحياة، لأنه اليوم ممكن كلمة غير مقصودة تسبب لك نوع من أنواع الشجارات. عزيزنا مولود برج السرطان اليوم عم تهتم بعلاقاتك الشخصية، تستطيع أن ترتب أمورك. الحياة اليوم جيد للعواطف، للكواكب تكون بأماكن داعمة لتستقر الأمور، أنت مميز بإشراقك، بحضورك، عم تتحرك وسط أوساط مشجعة، واليوم يوم بالمجمل جيد لك. عزيزنا مولود برج الأسد كمان اليوم يوم جيد، عم تعطي وبتاخد، عم تطلب مساعدات وعم بتنالها، أو ناس عم بيطلبوا منك مساعدات وعم بينالوها. يوم فيه مصالحات أو تسوية لخلافات أو شعبية عم تتصاعد، أو رضا أو أخبار طيبة، أنا بعتبره يوم جيد قادر إنك تعتمد على صداقاتك. عزيزنا مولود برج الأزرق، لست في حالتك الأفضل، يعني تأجيل، تأخير، بعض التصرفات السلبية، في شيء ممكن يوقعك ببعض المشاكل. ما بعرف، أنا بعتبر إنك عم تنتظر، عم تدخل يوم بصراعات أو نزاعات أو أخذ وعطاء أو جدال أو قصص هيك، عم تتأجل لظروف ليست بيدك. على كل الأحوال أنا بقول اليوم ممكن تنفرض عليك بعض التنازلات، عملها بدون تأفف. اليوم عنده نوبة كسل أو فقدان طاقة مولود برج الميزان، أو ضيقة خلق أو شغل كتير، والحياة مو فاضي حكي راسه، عم يركض اليوم، ما عم يلحق، ولازم يلتزم بدوامه. اليوم سبت، يفترض ما عنده دوام إلا إذا مثلنا ما عنا عطل، فاليوم لازم تلتزم بدوامك أكثر من المعتاد. عندك زيادة في المسؤوليات الاجتماعية، عندك تسالي أو تجمعات عم تاخد من وقت العمل. يعني أنا برأيي طول ما نحن لسه بكير خلص شغلك، بعيداً على أنه أنت تلتهي بأشياء أخرى. يوم حظه تقريباً لمولود برج العقرب، على الأقل لو حكيت أنت تحسن التأثير على محيطك ويسمعوك ويلبوك ويقولوا لك حاضر. عموماً ما بعرف، عم ترتب أوراق أعمال، عم تحلم ببعض القصص اللي غالباً
ممكن أنه تكون إيجابية خلال هذا الشهر، حظوظك مساعدة، أنت تتحالف مع أشخاص مهمين بالنسبة لك، كأنك قطعت نص الطريق عقبال النص الثاني. مولود برج القوس، الحياة مانك كتير مرتاح اليوم، ما عندك مساحة كافية لتناقش، لتعصب، لتفرض سيطرتك حتى على أمورك. لذلك أنا برأيي أنه اليوم لازم تكون أهدأ. ما بعرف إذا عندك قلق على أمور صحية أو قصة العلاقة، أنه الناس ما عم تفهم تصرفاتك ربما، أو كأنك محتاج حدا يقدرك، حدا يمدح فيك، حدا يحبك، يدللك، يغنجك. حبوه حبوه اليوم لمولود برج القوس، لأنه اليوم عنده نوع من أنواع المعاناة على الصعيد الشخصي. اليوم يوم جيد لعزيز درجة دي، حركة نشاط، عم تتقدم بخطى واسعة، وخاصة تجاه أشقاء، أهل، أسرة، عمام، أخوة، يعني حسب كل واحد أسرته. بس اليوم للحركة، للزيارات، استقبل ودعا، ليكون عندك نوع من أنواع التوازن، ولحتى تعزز روابطك الأسرية والشخصية غالبا. طبعا وجود الزهرة ببرجك عم بيخليك الأفضل بهي الفترات على الصعيد الشخصي. لو في شيء مأجل عم بيتأجل عند الدلو، فآن أوان الأسبوع القادم إنك تناله، مع إنه محتاج لجهود. أنا بشوف وجود الزهرة في برج الجدي يعني إنه قصة عائلية عاطفية ما كتير مريحتك، والمشكلة هاي الأيام إنه الأمور المالية كمان لا تعتبر الأريح. أنا برأيي إنه في تدني بمواردك المالية، يفترض إنه على أساسها يخف صرفك، لكن صرفك ما ممكن يخف، أنت من الأشخاص الكرماء. تذكر أنه الشهر ليس الأفضل مالياً. مولود برج الحوت اليوم فاي بكير وعم تشغلك بحبة العيلة. أنا برأيي أنه هذا الأسبوع جيد، استغله لإنهاء بعض المشاكل اللي حواليك، لأنه الشهر ما له سيء، لكن أنت صاير عصبي، حساس، نارك شاعلة مثل ما بيقولوا. وجود المريخ في برج صديقك العقرب عم بيخلي عصبيتك، يعني نارك شاعلة بالمختصر، وقت اللي بتصير شغلة عم تكون أكثر عصبية مما معتاد، لما بتصير شغلة منيحة كمان عم بتكون أكثر سعادة مما هو معتاد. وأنا برأيي الأسبوع القادم أسبوع أنت سعيد فيه، معنوياتك مرتفعة، وربما تستطيع التعبير عن ود أو محبة. سنة جيدة أتمناها لمولود اليوم، كل عام وأنتم بخير. 13 تشرين الثاني، اجتماعي لافت، متحدث لبق، غير مواليد برج العقرب، عاشق للسهر، للروحة، للجية، ليس ممن يعظمون الأمور، بمرق كتير تفاصيل صغيرة، بيترك اهتماماته للأمور المهمة فقط، أحياناً كتير بينسى واجباته العائلية. لذلك إذا هو رجل فيحتاج امرأة تعرف تمسك له البيت كما يجب. من الأشخاص اللي ذكي بس بدون تنظير، عموماً شخصية محببة مفيدة للمجتمع، مرح بجدية، مجتهد بتفاؤل، يكره المتباطئين والمترددين، ومن الأشخاص اللي حذرين بالصداقة، لا يؤمن بالصداقة المجردة. سنة مهمة لتسمع لهجة مختلفة عن لهجتك، سفر، دعم، ممكن يكون في عندك تغييرات عاطفية على الغالب. أنا بشوف الأمور بالمجمل جيدة بالنسبة لك وإيجابي، وغالباً فيه نوع من أنواع التغييرات الإيجابية، فالله يقدم فيه الخير يا رب للجميع. رسائلكم على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. حسن ابن مصطفى عم بيسألني، هلأ شهر 6 ما عرفنا 6 هو جوزاء ولا 6 هو سرطان، بس بكل الأحوال أعتقد وضعك المالي جيد يا حسن، ما أنه سيء. خالد عم بيسألني عن أموره. خالد الأفضل، يعني الزهرة في الجدي بيعني وضع مالي جيد، عاطفي جيد، مو بس السنة على فكرة، الأربع شهور القادمة كلها، فالله يقدم لك في الخير. ياسين، يسعد أوقاتك يا ياسين. ياسين أمورك شوي مكركبة حبيبي بهي الفترات، بالذات صحياً إذا بدك، أنا بقول شوي انتبه على هذا الأمر وبقية الأمور بتنحل، ممكن مو لك، لحدا من الناس اللي حواليك، فبدها الحكاية بس شوية انتباه تقبرني. الله يسعدكم وتضلوا دائما بخير. ضلي بخير دائما يا مدام. شكرا. شكرا كثير لك نجلة.